زار فخامة الرئيس السردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مملكة البحرين. ولدى وصول فخامته إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين. وفي مستهل الزيارة رحب معالي بفخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة والوفد المرافق في مجلس التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان من علاقات ثنائية متميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية مواصلة تنميتها تماشيا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار معاليه إلى أن العلاقات القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور مطرد ستفتح آفاقا أرحب لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لا سيما التجارية والاقتصادية والاستثمارية منها، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة العمل على تعظيم الاستفادة مما يمتلكه البلدان من مقومات تمكن رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين من استكشاف فرص واعدة وجديدة. وأعرب معاليه عن التطلع إلى تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين وتركمانستان بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفق التوجهات المشتركة. هذا واطلع فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة على عرض حول الفرص الواعدة بمملكة البحرين والخدمات التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين وجهود المجلس في تنويع القاعدة الاقتصادية والسبل الكفيلة لتعزيز الاستثمار بين المملكة والأسواق العالمية، والتي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد بهدف خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
هذا وقام فخامة رئيس تركمانستان الصديقة عصر اليوم بزيارة إلى متحف البحرين الوطني، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. وخلال جولة في أهم قاعات متحف البحرين الوطني، تعرف فخامة رئيس تركمانستان على تاريخ وحضارات مملكة البحرين منذ دلمون وحتى العصر الحديث، بداية من قاعة دلمون المكرسة لحفظ مقتنيات تعود إلى ما يقارب 4000 عام، وحتى قاعة المدافن التي تقدم معلومات حول موقع تلال مدافن دلمون الأثرية، وهو الموقع الثالث للبحرين على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. كما اطلع فخامته على دور المتحف الريادي في إثراء الحراك الثقافي في مملكة البحرين وعمله كواجهة حضارية تستقبل كافة زوار وضيوف المملكة وتعرفهم وتعرفهم بتاريخها وثقافتها العريقة.